اللافت في تصريح المرشح الجمهوري من ولاية كاليفورنيا بقوله أو قوله لن نسمح لهاريس بأن تفعل بأمريكا ما فعلته بكاليفورنيا، مسقط رأس هاريس والولاية أكثر سكان في الولايات المتحدة، سعيه لإبراز أيضا إخفاقاتها في هذه الولاية وأنها لم تقدم شيء خلال فترة ولايتها كنائبة للرئيس بايدن. ورغم ترجيح مراقبين لخسارة ترامب مرشح الجمهورية خسارته لهذه الولاية التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي، لكنه سعى لتحميل هاريس معاناة الولاية، ولاية كاليفورنيا مع المشردين وأزمة الهجرة أيضا ونقص المياه، كذلك التضخم وغلاء المعيشة، خصوصا وأنها كانت عضوا بمجلس الشيوخ ونائبا أيضا عاما في ولاية كاليفورنيا. ترامب أيضا مرشح الجمهوري خسر ولاية كاليفورنيا بأغلبية ساحقة لصالح الديمقراطيين في انتخابات عام 2020، لكنه حصل على أكثر من 6 ملايين صوت، ما يعد أكبر عدد من الأصوات يحصل عليها مرشح جمهوري في ولاية زرقاء. يأتي هذا كله في حين أشارت شبكة CNBC طبعا الأمريكية أن حملة هاريس نجحت في جمع مبلغ قياسي قدره مليار دولار في غضون 80 يوما فقط من ترشيحها، لكنها لم تستطع ترجمة هذه الميزة المالية الضخمة لتقدم مريح في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة. وتفوقت هاريس في جمع التبرعات المالية لتمويل حملتها الانتخابية بنحو 309 ملايين دولار عن المرشح الجمهوري، وهذا المبلغ يساوي ما تحصل عليه الرئيس بايدن لإدارة حملته بالكامل في الانتخابات الماضية، انتخابات عام 2020.